السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وزارة الصحة تدعو أطباء الأسنان من خريجي 2018-2019 لملء استمارة التدرج الطبي. وجهت وزارة الصحة دعوة لملاكات أطباء الأسنان من خريجي سنة 2018-2019 إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتدرج الطبي. وذكر بيان للوزارة تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة الملاكات الطبية أطباء الأسنان خريجي العام 2018-2019 للدورين الأول والثاني ومن خريجي الجامعات غير العراق وخريجي جامعات إقليم كردستان وخريجي السنوات السابقة من الجامعات العراقية المشمولين بالتوزيع إلى مناطق التدرج الطبي لملء الاستمارة الخاصة بالتوزيع إلى مناطق التدرج الطبي. وأضاف البيان أن ملء الاستمارة يكون ابتداء من يوم الاثنين 9/5/2022 ولغاية يوم الأحد 22/5/2022. وأشار البيان إلى أن الدائرة ستعلن عن رابط الصيادلة تباعا وحسب التواريخ المعلنة سابقا.